شوية دردشة في السيكوريتي. دردشة جميلة وظريفة وسهلة جدا. فتعالى نبص عليها كده. وأول حاجة قلناها اوريدي اتكلمنا عنها بس ما كناش عنها بتفاصيل ساعتها، فيمكن ايه عايزنا نقول عليها تفصيل اكتر من الاخر يعني. ما كانتش موجوده رسميا في الامتحان رغم ان هي رجعتكم فكراتكم يا فاهم. فاكرين البورت سكيورتي؟ مدرسنا بورت سكيورتي تمام. سويتش بورت ايه بورت سكيورتي ده كان البورت سكيورتي كل ده بورت سكيورتي بورت سكيورتي. وبعدين بس براكتس على بورت سكيورتي. طيب اوكي. لما اتكلمنا عن قبل البورت سكيورتي على طول كنا بنتكلم كلام نظري عن الكومن سكيورتي اتاكس. اصلا اللي خلانا نوصل للبورت سكيورتي ان كان في اتاك مشهور قوي اسمه الماك ادريس فلودنج، اللي هو حد يبعت فايلات من الماك ادريس لغايه لما يملى الجدول بتاعي فالسويتش يقع من الاخر او يشتغل كهرباء. ده اللي وصلنا للبورت سكيورتي. فكلمنا عن اتاك تاني كان اسمه الدي اتش تي سبوفينج او الدي اتش تي بي ستارفيشن. تو اتاكس اتكلمنا عليهم ساعتها بس انا افكرك بيه ده من فتره طويله. الدي اس بي سبوفينج بيحصل كالاتي. ادي الكلاينت بتاعي وادي الدي اس بي سيرفر الحقيقي بتاع الشركه. فالطبيعي اللي يحصل ايه؟ الطبيعي ان الكلاينت ده اول ما بيشتغل بيبعت دي اس بي ديسكفر فاكرينها؟ بتقوم جاي يحصل لها ايه؟ برودكاست 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 توصل هنا يبقى برودكاست برودكاست توصل لمين؟ لكل الناس ومن ضمن الناس اللي هتوصل لهم طبعا مين؟ السيرفر. المفروض في الشبكه الحقيقيه بحق حقيقي ان مين الوحيد اللي يرد؟ السيرفر. خليه باللون الاحمر حتى شغال شويه. اوكي السيرفر هيرد يونيكاست طبعا اللي هي الخطوه الثانيه فاكرين دي او ار اي. فدي الخطوه الثانيه اللي هي اوفر صح كده. يوم جاي دوت يبعت برضه برودكاست ثاني اسمه ريكويست. يوم جاي دوت يبعت اخر رد اللي هو اسمه اكنولج دي او ار اي صح كده. طيب ده الطبيعي. نيجي بقى للاستاذ ده روج دي اتش تي بي اتاكر. ده الهاكر او الاتاكر بتاعي وبيعمل اتاك ان هو اسمه دي اتش تي بي سبوفينج. يعني هيدعي ان هو دي اتش تي بي سيرفر. ازاي؟ بسيطة خالص. مش انت بتبعت دي اتش تي بي ديسكفر الطبيعي لو ده كمبيوتر محترم ابن ناس عمره ما هيرد عليه. هيجي له برودكاست والبرودكاست ده بيقول ايه يا جماعه انا بدور على دي اتش تي بي سيرفر. طب ما انا مالي انا كمبيوتر عادي مش هرد عليه. الهاكر بقى هينزل هنا سوفت وير مخصوص يعمل ايه؟ يدعي ان هو دي اتش تي بي سيرفر فاكشلي يرد عليك. يبقى اذا هتيجي هنا كده بلون ثالث خلينا اوكي اخضر مثلا. ده هيرد عليك برساله يونيكاست زيها زي اللي هي باللون الاحمر يعني زي السيرفر ده رد عليك بيقول لك اوفر. ده هيرد عليك برضه هو كمان باوفر اللي هو عرض لديك فيه ايه؟ اي بي ادرس. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الكلاينت بتاعي اللي هو تحت الهجوم ده دلوقتي جاله عرض من الكمبيوتر ده وعرض من السيرفر ده جاله اثنين عرض. وقلنا ساعتها مش احنا دي اتش تي بي زمان الموضوع بسيط جدا هو مش بينقي ولا حاجه. العرض اللي هيجيله الاول هو اللي هيقبله. طب تعتقد اللي هيجيله الاول بتاع الكمبيوتر ده ولا بتاع السيرفر ده؟ بتاع الكمبيوتر لانه جنبه. الموضوع بسيط جدا الفرق ممكن يبقى بيكو ثانيه بيكو تحت المايكرو كمان. بس اكيد ده هيجي الاول انه اقرب اهو قريب منه تحت صح؟ يبقى هيجي له العرض الاول ولا لا؟ هيجي له العرض الاول. يبقى هيقبل انهي عرض؟ هيقبل العرض الاخضر. يبقى اذا الكمبيوتر ده من الاخر بقى تحت رحمه الكمبيوتر الثاني ده. ليه؟ هو دي اتش تي بي بيديك يا جماعه؟ بيديك اي بي ادرس عادي سابنت ماسك عادي ديفولت جيت واي ودي ان اس سيرفر وده مش عادي. لما اقول لك ان ده الديفولت جيت واي بتاعك اللي هو الراوتر بتاعك واقول لك ان ده الدي ان اس سيرفر بتاعك اللي هو هيترجم لك كل الاسماء الطبيعي الراجل ده بيديك حاجه محترمه بيديك الراوتر بتاعك بجد وبيديك الدي ان اس سيرفر بتاعك بجد. عارفين الراجل الهاكر اللي هيعمل ايه؟ هيقول لك انا الراوتر بتاعك هيديك رقم وهو كراوتر وهيديك رقم وهو كدي ان اس سيرفر. خلاص هنا حط نفسه في حاجه اسمها مان ان ذا ميدل ده نوع الاتاك او الحاجه اللي هو عملها ده ان هو يحط نفسه في النص. اي داتا طالع من حضرتك رايحه لاي شبكه ثانيه سواء جوه او بره ما دام في شبكه ثانيه لازم تروح للراوتر. دلوقتي بدل ما تروح راوتر هتروح لمين؟ هتروح لهو وهو هيوصلها لك على فكره بس بعد ما يعمل ايه؟ بعد ما ياخد كوبي منه. نفس الكلام بالنسبه للدي ان اس اللي هو ممكن يترجم لك اي اسم انت عايزه. انت عايز تخش على موقع مهم تقوم جاي كاتب تكتب الاسم بتاعه هو يبعتك لموقع تاني خالص عشان خاطر يسرق منك ايه معلومات او ديتا. الاتاك التاني اسمه ستارفيشن بيختلف خالص بقى عن الفكره ديت. مش حد بيدعي ان هو ديش سيرفر لا حد كلاينت عادي جدا يعني خلينا نقول ان هو قلب الراجل ده بقى شرير الكلاينت ده بقى شرير فاكشلي هيبعت دي اتش بي ديسكفر عادي جدا هيبعتها للسيرفر عشان يطلب منه رقم. خلاص؟ لا ويقوم جاي باعت طلب تاني وجاي باعت طلب تالت وجاي باعت طلب رابع وجاي طلب باعت خامس وطلب سادس وطلب سابع وفي كل طلب بيغير الماك ادرس. تمام؟ جوه الطلب مش جوه الرساله مش الفريم نفسها عشان ما حدش يقول لي بورت سكيورتي انا بورت سكيورتي مالهاش دعوه. فاهمين الفكره؟ جوه الطلب نفسه الطلب نفسه مسج بتاع دي اتش بي بيبقى فيها مكان الماك ادرس مش في السورس ماك ادرس بره السورس ماك ادرس هو واحد لكن جوه انا بحط كل مره ماك ادرس مختلف. ايه اللي هيحصل؟ هبعت انا 100 طلب هنا الريسيفر هيعمل ايه؟ اهلا يا باشا اتفضل خد 100 رقم
فاهمين القصه؟ انا هبعت 100 طلب فالسيرفر هيديني 100 رقم عادي خالص ما عنديش مشكله. طب ده معناه ايه بالنسبه لنا؟ انا هخلص الارقام. عشان كده قلنا ان ده اسمه ايه؟ ستارفيشن او تجويع. انا هجوع كده بقيه الشبكه كلها. اي حد يخش بعد الراجل ده ما دخل مش هيلاقي ولا رقم. انا طبعا هخلص الارقام كلها، انا مش هطلب 100 بس، انا هطلب 1000 اللي عندك هاخده. واضح الفكره؟ فاذا عشان نوقف التو اتاكس دول اكشولي محتاجين نشوف الخاصيه اللي هي اسمها الدي اتش سي بي سنوبينج. تمام؟ قلت لكم حتى ساعتها لما شرحناها ان في اسمين، واحد سبوفينج وواحد سنوبينج. سبوفينج هو البات اللي هو التزوير، لكن سنوبينج ده الجود، دي الخاصيه اللي انا هشغلها على السويتش عندي عشان انيبل الخاصيه ديت وتحميني ضد السبوفينج وضد الاسترفيشن كمان. طب بتعمل ايه الخاصيه ديت؟ رغم ان الكلمه دي وحشه، لانك لو ترجمت سنوبينج هي معناها ايه بالعربي؟ سنوب تزوير. لا سبوف تزوير، سنوب مش تزوير. سنوب يعني تجسس. سنوب اراوند ساعات اللي هو بيشمشم حوالين حاجه. سنوب اراوند سمثينج، انت تقعد تدور على حاجه وتدور عليها لغايه لما تلاقيه تجيب قرارها زي ما احنا بنقول بالعربي بتاعنا. فسنوبي معناه تجسس اكشلي. انا سنوب على حاجه ان انا بقعد ادور واجيب ورا الحاجه ديت او حاجه معينه، فاذا اعطى من الكلمه هنا مش كلمه ظريف، لا ده اللي انا عايزه يحصل بقى. يعني ادي الرسمه هنا وادي مثلا ايه، يعني خلينا مش هعمل دول بس خليهم فوق كده بعيد. اوكي هو انا في حاجه بس ما فهمتهاش، اوف دول البورت سكيورتي ليه مش متوقف؟ عشان خاطر اللي بيحصل كالاتي، انا ببعت رساله، ادي الرساله بتاعتي، يعني خلينا نجيب برنامج الرسم ده. اوكي ادي الرساله الفريم بتاعتي، فاكر في هيدر وفي تريلر، وجوه هنا اكشولي الرساله اللي هي اسمها ايه؟ دي اتش سي بي يعني بالداتا مش بالسورس بالظبط. انا مش هغير هنا السورس ماك ولا هزور فيه، انا هحط السورس ماك بتاعي. انا راجل طيب بورت سكيورتي هيقول لك ايه؟ اتفضل انت سليم كده ما خالفتش حاجه. جوه الرساله نفسها دي اتش سي بي مسج اكشولي جواها بتلاقي ايه المشكله اللي بيقول عليها، ان هو هحط الماك ادرس نفسه ايه مختلف. طيب يبقى زي ما قلت ادي السويتش بتاعنا وادي ايه شويه اجهزه مثلا كده ايه موجودين فيه. تمام؟ وزي ما قلت انا دلوقتي عايز السويتش ده يتجسس على رسائل الدي اتش سي بي. ازاي يعني يتجسس؟ يعني كالاتي. مين الهاكر؟ مين الهاكر؟ استنى هو ينفع نغير السيمبل نمبر شينج سامبل ونجيب حاجه. اوكي ده شكله اوكي ده شكله غريب شويه، المفروض ده يعني سويتش عايز كده، بس انا الايكون الغريبه دي ده الهاكر بتاعنا. اوكي فاذا لو اتكلمنا في المثال بتاعنا الراجل دوت هيبعت دي اتش سي بي اللي هي ديسكفر برودكاست برودكاست برودكاست، ولو افترضنا الراوتر ده هو السيرفر بتاعنا او لسه السيرفر تاني فوق مش مهم. فين الهاكر؟ الهاكر بتاعي اهو هيبعت رساله، جاي باعت رساله هنا كده اهو موجهه للايه؟ للكلاينت ده، وهي بيقول له فيها انا السيرفر بتاعك خد المعلومات اهي كلها والدنيا ايه تمشي كده بهذا الشكل. طبعا انا مش عايز دوت يحصل، فهشغل خاصيه الدي اتش سي بي سنوبينج، مش هكتب بقى سنوبينج على السويتش. يعني ايه؟ وصلت اتش دي اوت السويتش، اي مسج دي اتش سي بي تعدي عند حضرتك تعدي في السويتش كده وقفها وافحصها وسجلها عندك كمان. اي مسج دي اتش سي بي تعدي على السويتش يوقفها ويفحصها ويسجلها عندك. طب اول سؤال، ازاي هيعرف ان المسج دي اتش سي بي عشان يوقفها ويفحصها ويسجلها عندك؟ يعرف منين المسج دي اتش سي بي مش اف تي بي ولا اتش تي تي بي ولا اس اس اتش ولا اي حاجه ثانيه؟ من الديستنيشن بتاع ال الديستنيشن بتاع ال اللي هي برودكاست يعني؟ لا هو في مسجز كتير برودكاست غير الدي اتش سي بي. قلت لي اشوف دي اتش سي بي ده بروتوكول لاير 7 لو بوست نمبر. ايه اللي فرقه عن الاتش تي بي وعن الدي ان اس ولا اي حاجه؟ لو بوست نمبر 67 و68. اوكي فاذا السويتش عندي هنا هيقدر يفحص اي رساله بحيث ان هو بيبص عليها جوه ويشوف هي طبعا عندي بورت نمبر يبقى دي دي اتش سي بي. طب يعمل فيها ايه؟ قال لك بسيط خالص. بص هيعمل ايه؟ ادي ايه الستبس بتاعته. اولا الطبيعي ان الكمبيوترات ديت اي كمبيوتر ما يكون مسموح له يبعت رساله دي اتش سي بي. اه طبعا ده كمبيوتر فلازم ياخد اي بي ادرس. بس قال لك مسموح له يبعت يا جماعه الديسكفر والريكوست، مش هما دي او ار اي؟ مسموح لي ابعت الدي والار، ده من الطبيعي. الاو اللي هو الاوفر بيجي من السيرفر، والاي اللي هو الاك بيجي من السيرفر. فلو فجاه لقيت الباشا ده، ده الباشا بتاعنا هنا اهو، لقيته باعت رساله هنا اوفر اللي هي بحرف الاو ديت يعني عرض، انت معنى كده ان انت دي اتش سي بي سيرفر او جاي عامل ايه الرساله دي؟ ارميها. فهمت الفكره ازاي؟ فاذا الهاكر عمره ما هيقفل داعي هو ايه؟ دي اتش سي بي سيرفر. الله، بس معنى كده لما تيجي رساله من هنا برضه هيرميها، خلي بالك.
يعني ايه هو اي بورت. ما دي الفكره، لازم انا افرق له ما بين تو تايبس اوف بورت. دي الفكره كلها بتاعه في اس ام اس لوبي، ان بقول له ان البورتس دي والبورتس دي البورت دي الثلاثه البورت دول ان تراستد. اما البورت دي مثلا اللي هي باللون الاخضر هنا كده دي هنقول عليها ايه؟ تراستد. البورت التراستد مش بيعدي منها، ما برضه الناس تفهم الحته دي، مش معناه ان هو بيعدي منها المسجز دي، لا التراستد دي اكشن معناه ان هو ما بيبصش، يعني ما تفرقش معايا اي حاجه بتاعتي. لكن الانتراستد اللي هم الديفولت، يعني انا مش طبعا السويتش عندي فيه 48 بورت، مش هخش على 48 بورت اقول لهم انتراستد انتراستد، لا هم باي ديفولت اول ما بتشغل خاصيه بيبقوا ايه؟ انتراستد كلهم. لكن البورت دي هي اللي هتبقى ايه يا جماعه؟ تراستد بالنسبه لي. تمام؟ في الخاصيه كده بقى اول ما تطبقها كده الثلاث بورتات دول بقوا انتراستد، دوت بقى تراستد. شكرا. محدش من الاجهزه ديت هيعرف يعمل اتاك ان هو يدعي ان هو ايه؟ دي اتش سي بي. وده التلخيص بتاع ال DHCPA. طيب السويتش بيقول لك will deny packets containing any of the following information: unauthorized DHCP server matches coming from untrusted ports. ودي اللي قلنا عليها اول واحده، يعني بمعنى لو ده او ده او ده عشان هم untrusted بعتوا رساله ايه؟ offer او acknowledge اللي هي المفروض بتاعت سيرفر، هرميها مش هوصلها. Unauthorized DHCP client messages not adhering to the DHCP snooping binding database or rate limit. انا يمين هنا rate limit ديت اللي هي اللي هنتكلم عنها، يعني فاكرين الراجل بقى الاتاك التاني اللي كان عمال يعمل هاكينج بان هو يبعت هات لي اي بي ادرس 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 هات لي اي بي ادرس، فاكرينه ده؟ طب ما كده ده ما حللهاش DHCP snooping ما حللهاش. لا قال لك خاصيه ثانيه عشان قال لك غير untrusted وtrusted، ان البورت الانتراستد دي هعمل حاجه اسمها rate limit. هقول لحضرتك انت عندك ليميت، الليميت ده بيحد تقدر تطلب كام ماك ادرس في الثانيه الواحده مثلا. اوكي، فاذا ما تقدرش تبعت 1000 باكيت ولا 100 باكيت ولا اي حاجه من الكلام اللي هو ايه اللي مطلوب. انا اللي بحدد لك بالظبط الريت ليميت بتاعك ايه دوت كام. تمام، يبقى دي برضه خاصيه او حاجه جديده موجوده عندنا. اخيرا دي اتش سي بي ريلاي ايجنت باكيت ذات انكلود اوبشن 82 انفورميشن كومينج فروم ان انتراستد بورت. ايه الكلام الغريب دوت؟ فاكرين الدي اتش سي بي ريلاي؟ ده اللي كان بيحصل لما الراوتر بتاعي هنقول مثلا ان الرسمه دي كبيره ونحطها فوق انا كده. اوكي، هنقول مثلا ان اكشولي مثلا CS دوت شينج اكسامبل ونخليك سيرفر كده في السيرفر. اوكي، هنقول زي ما شايفين ان السيرفر في المربع ده الصفحه ده هو ده الدي اتش بي سيرفر اللي عندنا. طب الاجهزه دول كانوا هيوصلوا له ازاي؟ لان هم بيبعتوا برودكاست زي ما انتم فاكرين، فاذا ما كانش بيوصل كنا بنعمل ايه على الراوتر ده؟ بنشغل خاصيه اسمها تمام، يبقى اخش على الراوتر ده وبنشغل خاصيه اسمها دي اتش سي بي ريلاي. درسناها في دي اتش بي فاكرين؟ قلنا دي اهم وظيفه حاجه بيعملها الراوتر بالنسبه لدي اتش بي، احنا ما بنحبش نخليه سيرفر بس ممكن نخليه ايه؟ دي اتش بي ريلي ايجنت. وده معناه ان بقول لما يجي لك من هنا دي اتش بي برودكاست بتطلعه انت بتخليه يونيكاست وتوصله مين؟ للسيرفر دوت. فبرضه دي بيعمل لي منها بروتكشن، بالتحديد بروتكشن لحاجه اسمها اوبشن 82 انفورميشن. وايه الكلام الغريب دوت؟ دي حاجه بصوا بيقول لك الاوبشن 82 بيفايد اديشنال سكيورتي اند از يوز تو سند انفورميشن اباوت دي اتش بي كلاينتس تو ذا سيرفر. بس ده انت تعرفه عنه، مش هنخش اعمق من كده. اوبشن 82 ده فائدته ايه؟ ان هو بيديني سكيورتي زياده، وهو بيستخدم ان هو يبعت معلومات على دي اتش بي كلاينت للسيرفر، وبالتالي الانتراستد بورت المفروض ما تستقبلش ابدا ايه؟ اوبشن 82 باكت. تمام؟ فده برضه ثالث حاجه واخر حاجه بيعملها لنا ايه؟ الدي اتش بي. طيب بعد كده شفنا تراستد بورتس والانتراستد بورتس موجوده عندنا، هو لي سيستم يعني لو دي مش واضحه، دول الاكسس سويتشز، دول الديستريبيوشن سويتشز مثلا عندنا. دي اي بورت بتبقى ترانك او اللي هي بنسميها الابلينك بتاعتي بتبقى تراستد اللي هي باللون الاخضر، اي بورت نازله لتحت رايحه للكمبيوتر بتبقى انتراستد، برضه كل دول تراستد عادي جدا لان دول بيوصلوك لمين؟ للسيرفر. لكن البورتس اللي رايحه تحت للكمبيوتر بيبقوا ايه؟ انتراستد. يبقى الاكسس بورتس من الاخر هيبقوا كلهم انتراستد، والترانك بورتس هيبقوا ايه؟ تراستد. ده المنطق بالعقل. The configuration is beyond the scope of this course، فانت مش محتاج تعمل ايه اكتر من كده او تشوف فيه ايه اكتر من كده. انا مش عارف هل في السويتش دوت هيشتغل الكونفيجن بتاعه، ممكن اقول لكم سريعا. اوكي، اذا كان شغال يعني اي بي دي اتش سي بي
اوكي مش حاجه اي بي دي اتش سي بي سنوبنج ديكن كوماند كده بس اي بي دي اتش سي بي سنوبنج بيبقى انيبل بعد كده اي بي دي اتش سي بي في لان 1 كده بتنيبل على في لان 1 وبعد كده بنقول له مثلا انترفيس جي 0/0 اوكي اي بي دي اتش سي بي سنوبنج تراست ده المين يعني ده اللي كده البيزك كونفيجريشن ثلاث اوامر بس بتشغل الدي سي بي سنوبنج بتشغل على في لان معينه اللي انت عايزها طبعا اكيد مش في لان واحد بس انا هنا ما عنديش في لانات يعني ما عملتش في لانات واخيرا بتخش على بورت اللي هي ترانك بورت الاب لينك وبتقول له ايه تراست عايز اقول لك ان هو سيمبل مش ايه مش معقد نتيجه لذلك بيتبنى بره حاجه اسمها جدول مخصوص لو قلنا كده شو اي بي دي اتش سي بي سنوبنج بايندنج ده جدول المفروض هيتبنى مش هو بيتجسس على الرسائل دي فاكشن مش بس بيعدي وما بيعديش لا بياخد كل معلومه في الرساله دي وبيسجلها يعني انت ككمبيوتر بقى تقول يا عم الدي اتش سي بي سيرفر عايز ايه اي بي ادرس فالدي اتش سي بي سيرفر الحقيقي دلوقتي هيديك اي بي ادرس تقول انت مسجل هنا ان الماك ادرس الفلاني اللي هو رقم الجهاز ده خد الاي بي ادرس الفلاني فتره ايجار فاكرين فتره الايجار لمده معينه وده نوعه اللي هو دي اتش سي بي وتابع في لان كذا اللي هي في انترفيس كذا كل ده بيسجله عندك وده بنقدر نستغله في الحقيقه لو فين ارادوا سي سي دي سكيورتي مش فاكر شابتر 6 ولا شابتر 6 اوكي اسمه انا عايز طبعا ده جزء سي سي سكيورتي مش عيب بس انا عايز اقول لك يعني الفكره بس تلاقي كلام تاني اكتر من كده تمام عايز اوريك الهرم ده فين الهرم ده بورت سكيورتي دي اتش سي بي سنوبنج دايناميك ار بي انسبكشن او داي اي بي سورس جارد او اي بي اس جي دول اهم اربع فيتشرز بنعملهم في اللان سكيورتي زي ما قلت لو هتدرس سي سي سكيورتي بعد كده ان شاء الله او سي سي ام بي حتى سويتشنج هتدرس فيها الجزء الاربعه دول يعني هتدرسهم فبالتالي هتبقى عارف احنا خدنا كده ايه بورت سكيورتي بيزكس وكونفجريشن كل حاجه عرفناها عنها ده عرفته عنه الجزء النظري بس ما معكش الكونفجريشن بتاعه وما عرفناش حاجه عن التانيين دول بس انا عايز اعرفك ان هو لسه فيه في الموضوع ايه تفاصيل اكتر والهرم ده مش هبائل يعني ده بيتبنى على ده يعني دي اتش سي بي سنوبنج بيعتمد على بورت سكيورتي شويه فانت لازم تكون شغال بورت سكيورتي وده بيعتمد على دي اتش سي بي سنوبنج وده بيعتمد على قريب القصه فاذا دي يعني النقطه الاخيره خاصه بموضوع الدي اتش سي بي سنوبنج بس زي ما قلنا الكونفجريشن مش ايه مش عارف المفروض تعرف القصه بس تاني نقطة برضه في security best practices هو triple A with radius or TKX plus الكلام الغريب ده واحد كانت جت سيري triple A دي قبل كده في curriculum عندنا لو حد فاكر زمان خالص في الشابتر بتاع security قلنا ان هي اختصار ل authentication authorization and accounting authentication يعني انت مين authorization يعني مسموح لك تعمل ايه واكاونتنج يعني ان انا اسجل لك كل حاجه انت ايه بتعملها ودي حاجه اساسيه في السكيورتي في الحقيقه موجوده وحاجه مهمه جدا بالنسبه لنا طب ايه علاقتها هنا هو جايبها لنا هنا ليه دلوقتي في وسط المنهج ما تقلقش برضه سلايد واحده دردشه بسيطه عليها وتعالى نشوف هو بيتكلم عن ايه بيقول لك دلوقتي لو انا بكونفجر السويتش دوت خليني كده اخش افكركم سريعا هوست نيم مثلا اس دبليو 1 مش كده كده فكيف كنا بنعمل ايه كنت بقول مثلا لاين كونسول 0 باسورد سيسكو وبعدين ايه لوجن وبعدين لاين في تي واي 015 تمام ايه باسورد سيسكو ولوجن طبعا ما لحقناش ننسى الكلام ده صح ده كده بنقول عليه سيمبل باسورد اوثنتيكيشن يعني اي حد عايز يخش على السويتش ده سواء عن بعد او عن طريق ابن كونسول لازم يدخل الباسورد دي بعد كده كبرنا شويه فاكرين عملنا ايه؟ عملنا يوزر نيم اوكي مثلا احمد وسيكريت مثلا ايه سيسكو 123 وقلنا دلوقتي انا مش عايز استخدم باسورد انا عايز استخدم يوزر نيم وباسورد فكنا بنعمل ايه؟ بنقول له لاين مثلا بي تي واي 015 كنا بنخش نقول له ايه يا جماعه؟ لوجن لوكال هتقول لي ده كان جزء من الاس اس اتش انت ما عملتش كده الاس اس اتش مش موضوع هنا الاس اس اتش او تلنت اوكي؟ لوجن لوكال دلوقتي ده بيقول له ايه؟ بيقول له لما كنا بنقول له لوجن بس كنت بقول له اطلب باسورد لوجن لوكال بيقول له اطلب ايه؟ يوزر نيم وباسورد من اللوكال داتا بيز دي الفكره كلها يعني ايه اللوكال داتا بيز؟ يعني يوزر نيمز والباسورد اللي موجودين هنا هم داتا بيز يعني مش داتا بيز قوي بس احنا ممكن نعمل داتا بيز يعني اقول له كده يوزر نيم احمد احنا نعمل يوزر نيم عمرو اوكي والباسورد بتاعته 123 تمام يوزر نيم تاني مثلا اسمه ادمن الناس بتحب تعمل ادمن والباسورد بتاعته 123456 وهكذا دي هي الداتا بيز بتاعتي من عندي كده ثلاثه يوزرز موجودين
فبيقول لك ده اللي احنا اتعلمناه حتى الان سيمبل باسورد او لوكال داتابيز ايه اوثنتيكيشن. هاويفر ايه بقى اللوكال داتابيز ميثود دي اللي احنا اتعلمناها المفروض احسن حاجه داز نوت سكيل ويل بيوند ا فيو نتوركينج ديفايس. ازاي؟ عندك 3 سويتشات وراوتر ماشي، لكن عندك 50 سويتش واربعه راوترز مثلا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لان انا لو عندي يوزرز موجودين هضطر ادخل كل يوزر نيم وباسورد على ال 50 سويتش وال 3 4 راوترز اللي موجودين عندي، فده طبعا مش كلام منطقي. طب ازاي؟ طب الحاجه الثانيه اللوكال داتابيز دي بيقول لك بروفايدز نو فول باك اوثنتيكيشن ميثودز. يعني لو انا نسيت اليوزر نيم وباسورد هو هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هتروح كونسول هتعمل حاجه اسمها باسورد ريكفري. اوكي لو نسيت بقى الباسورد بتاعك ايه كونسول او يوزر نيم باسورد بتاع كونسول تعمل خاصيه او حاجه اسمها ايه باسورد ريكفري كلمة عليها قبل كده. فقال لك طب اكيد في حاجه افضل من كده، يبقى اذا عشان خاطر ان انا امانج يوزرز يوزر نيمز وباسوردز في شركه كبيره فيها مجموعه ضخمه من السوشيال والتراث والستاف الاي تي في خمس ست افراد زينا كده موجودين وعايز ادير الكلام ده هيبقى صعب جدا، يبقى لازم كان يعملوا ايه؟ يبقى في نقطه مركزيه للاوثنتيكيشن. يبقى بدل ما هنا السويتش دوت ياكسس اليوزر نيم والباسورد دول من عنده من اللوكال داتابيس هقول له لا، بص حضرتك لما يجي حد يخش على السويتش دوت عايز يخش يديره يروح السويتش دوت يسال السيرفر، يعني السيرفر ده اكشولي هنسميه بقى تريبل اي كده، ده هيبقى اسمه تريبل اي سيرفر. والتريبل اي سيرفر ده هيبقى وظيفته ايه يا جماعه؟ اوثنتيكيشن اوثرايزيشن اند اكاونتنج. مين اللي مسموح له يخش؟ المسموح له يخش يعمل ايه؟ واخيرا هسجل كل حاجه بيعملها، ودي الخدمات اللي هو هيقدمها لي. ازاي؟ مين اللي مسموح له يخش على السويتش؟ يوزر نيم وباسورد. بدل ما اليوزر نيم والباسورد هنا هيبقى اليوزر نيم والباسورد فين؟ هنا على السيرفر. طب بعد ما اخش؟ لا بعد ما دخلت على السويتش مسموح لي اعمل ايه؟ هتقول لي عادي مسموح لك تعمل كل حاجه يعني كونفيجر؟ لا لا خالص، اكشلي انا ممكن اليمت ايه اللي مسموح لك تعمله؟ ازاي؟ عن طريق برضه الراجل دوت. تمام؟ اقدر اليمت الكلام دوت حتى ما تريد يعني. يعني تقول ان اليوزر نيم اللي اسمه احمد يخش يكتب شو ران بس، اليوزر نيم اللي اسمه عمرو يخش يكتب شو ران وبينج بس، اللي انت عايزه. يخش الراجل ده يعمل كونفجريشن للانترفيس بس ما يعملش كونفجريشن للفي لان. كل حاجه تقدر تتخيلها موجوده. فاذا اداني الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن وكمان هيديني الاكونتنج. ايه الاكونتنج ده؟ بعد ما تخش على السويتش او على الراوتر هتعمل اي حاجه هتعملها اللي هتتسجل على السيرفر. انت دخلت ودخلت يوم كذا الساعه كذا وبعدين كتبت امر كذا والامر ده اتنفذ وبعدين عملت كذا، كل حاجه هتعملها على الجهاز او جاي انا مسجلها على الجهاز. يبقى مديني السيرفر ده خدمات رهيبه بالنسبه لي. مين اللي مسموح له يخش اصلا؟ بعد ما يخش هيقدر يعمل ايه على الجهاز عندي؟ واخيرا كل حاجه عملها انا هعرفها وهتبقى متسجله عندي بالظبط. اوكي؟ طيب يبقى ده التريبل اي سيرفر بتاعي، والتريبل اي دوت بيقول لك عباره عن فريم ورك او اطار زي اي بي سيت كده لو فاكرين، احنا لسه واخدين اي بي سيت فريم ورك بالنسبه للفي بي ان، لكن هو مش بروتوكول، مفيش بروتوكول اسمه تريبل اي. امال ايه البروتوكولز اللي موجودين عندنا؟ في كذا واحد بس اشهرهم تكاكس، تكاكس بلس بالتحديد، وريدس. اوكي؟ وريدس اشهر طبعا. اختصار طبعا كلمات طويله قوي فما تحاولش تحفظهم يعني. تاني من الاكسس كنترولر اكسس كنترول سيستم بلس ما شاء الله. اما ريدس فريموت اوثنتيكيشن دايركت يوزر سيرفيس. طب ما تحطش ده في اللي انت تحفظه، واحد اسمه ريديوس وواحد اسمه تكاكس بلس. ده نوعين من السيرفرز، يعني لو رجعنا للرسمه دي ده ممكن يبقى شغال ببروتوكول اسمه ريديوس او ممكن يبقى شغال ببروتوكول اسمه ايه؟ تكاكس بلس. جميل جدا. يا ترى ايه الفرق ما بينهم التو بروتوكولز دول؟ سيسكو ملخصها لك في الثلاث نقط هنا وفي اربع نقط هنا. تكاكس بلس ولسه بتعرف حاجه قبل ما تقرا، ده سيسكو بروبريتري بروتوكول. فخليك فاهم تكاكس بلس سيسكو بروبريتري بروتوكول سيبريتس اول اوثنتيكيشن اند اوثرايزيشن. يعني الاوثنتيكيشن ده خطوه لوحدها والاوثرايزيشن خطوه لوحدها. يعني انت هتخش تمام؟ هنقول مثلا ماجد داخل على السويتش. ما تيجي ماجد يخش هقول له انت مين؟ هيديني اليوزر نيم والباسورد بتوعه. انا كسويتش ما اعرفش اليوزر نيم والباسورد، اروح اسال السيرفر، الراجل ده يخش، السيرفر يقول لي يخش، انا دخل ماجد. يجي بعد ماجد ما دخل يقوم جاي كاتب شو ران. يجي لي امر شو ران ما نفذوش، اروح اسال السيرفر، يا عم السيرفر الراجل ده مسموح لي ينفذ شو ران ولا لا؟ السيرفر يقول لي اوكي او جاي منفذه. يجي ماجد يعمل بينج، فاهمين بقى؟ كل امر هيكتبه ماجد. فاذا الاوثنتيكيشن خطوه واحده والاوثنتيكيشن بيتم شغال طول ما انت بتعمل حاجه كل شويه بيروح ويسال. على عكس ريديوس اللي هو بيدمج الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن از وان بروسيس. ازاي؟ ما يجي الدخل اهلا وسهلا، طب مسموح لك تخش ولا لا؟ مسموح لك تخش. وخلي بالك وهو داخل مسموح له كذا 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 مره واحده،
فاهمين الفكره؟ يعني هو داخل وبيقول له اللي مسموح له بيه ودي له لسه اللي مسموح له بيه وشكرا. اوكي؟ يبقى مش كل شويه ساعات بيجي يسال تبقى ايه؟ طب حسب انت يعني ده الافضل بالنسبه لك ولا ده الافضل بالنسبه لك؟ في الحقيقه حسب انت محتاج ايه؟ ايه اللي انت محتاجه؟ ده ممكن يكون افضل وده ممكن يكون افضل. تاني خطوه بيانكريبت اول كوميونيكيشن، يعني لما تيجي تبعت رسائل بالتكاكس ما بتعرفش تشوف الباسورد ولا اليوزر نيم ولا اي داتا اللي بتتا كلها بتبقى انكريبتد، الداتا اللي رايحه ما بين السويتش وما بين السيرفر. لكن ده لا بيانكريبت اونلي ذا باسورد. يبقى اي داتا لو حد لقى في الداتا بتاعت ريدز دي هيلاقيها مش متشفره ويقدر يقرا منها ويعرف منها حاجات كتير زي مثلا اليوزر نيم اكشلي يقدر يعرفها لانه ما بيتشفرش، الباسورد بس بتتشفر. فده ممكن تكون نقطه ضعف فين في ريدز. بيستخدم تي سي بي بورت 49، ده ما بيستخدمش تي سي بي، بيستخدم اصلا يو دي بي. اوكي؟ طيب قبل النقطه الاخيره ديت كده تعتقد مين افضل؟ كده تكاكس، يعني بيفصل الاثنين دول، ده بيبيكوا مع بعض، ده بيديك قوه اكتر، ده بيشفر كل حاجه، ده بيشفر بس الباسورد، ده تي سي بي، عارفين تي سي بي حلو احسن من مين؟ من يو دي بي، فكده نقول ان هو افضل، ممكن من وجهه نظر سكيورتي، من وجهه نظر حاجات ثانيه يبقى افضل، بس في الحاله العمليه لا. ليه؟ سيسكو بروبريتوري بروتوكول. تاني سيسكو بروبريتوري بروتوكول، حتى سيسكو نفسها البرودكت الاساسي اللي بيستخدم الحاجه السيرفر الاساسي بتاعها بيستخدم حاجه كان اسمه ايس اي اس اي، كان قعد فتره طويله جدا ما فيهوش سبورت بعد ما نزل، يعني ما فيهوش سبورت تكاكس اللي هو البروتوكول بتاعها. اوكي، فاذا الاندستري ستاندرد هو اللي بيغلب دايما. مين الاندستري ستاندرد عندنا؟ ريديس، ده مش بتاعها، ده بتاع الناس كلها. لو عمرك درست على فكره ويندوز سيرفر، يعني لو هتدرس مكان في مستقبل ويندوز سيرفر ام سي اس اي 2012 اللي هي الشهاده بتاعت الويندوز سيرفر، هتدرس فيها اللي ريديس ده ازاي تسطبه على الويندوز سيرفر بتاعك مثلا. فاذا ده اللي فايز، واذا لازم تتعامل مع الحاجات دي، ان هو بيشفر بس الباسورد، بيستخدم يو دي بي، بيدمج الاوثنتيكيشن والاوثنتيكيشن في خطوه واحده، واخر نقطه بقى بيسبورت ريموت اكسس تكنولوجيز اير 2.1 اكس سيب. ايه الحاجات الغريبه دي؟ كل دي بروتوكولات واضافات تقدر تتعامل مع الراديوس، واحنا هناخد واحد منهم في الحياه اللي هو دوت دلوقتي. سيب ده بتاع الفويس لو ما سمعتش عنه ايه قبل كده، فبالتالي دي حاجه يعني كويسه جدا بالنسبه لمين؟ للراديوس. اوكي؟ يبقى تكاكس از كونسيدر ذا مور سكيور، لكن راديوس هو اللي الاشهر، وبرده كونفجريشن مش عليه. طب قلنا دردشه، احنا بندردش بس مش اي كونفجريشن عليه. الجزء اللي يعتبر تبع تريبل اي وتبع السكيورتي بتاعتنا، بعد ما ظبطت تريبل اي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ زي ما قلنا اليوزر نيمز والباسورد دول مالهمش اي لازمه بقى بالنسبه لنا، عمرو واحمد وادمن والناس ديت، لان كلهم هيبقوا فين؟ في الداتا بيز اللي موجوده في السيرفر اللي هو شغال راديوس دوت زي ما قلنا، او الراديوس سيرفر. طيب هنا بقى بياخد الموضوع ده خطوه ثانيه، احنا كل ده استفدنا ايه؟ يعني فايده التريبل ايه بالنسبه للسويتش ده؟ ايه السكيورتي اللي بتهمني؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ يعني ايه فايده تريبل ايه؟ يعني عمل ايه في السويتش دوت؟ ايه الفايده اللي ادالك السكيورتي؟ سكيورتي ايه؟ انهي جزء من السويتش بالظبط؟ لا الاوثنتيكيشن ده جزء منه، بس انا قصدي هو يعني ايه بالنسبه للسويتش؟ السويتش ده بيعمل حاجات كتير، ده سكيورتي ايه؟ المانجمنت، صح؟ مش انت داخل في سويتش سواء كونسول او تالت او سويتش، هو ده اللي قبله. هل جبنا سيره الداتا ولا البورتات ولا حاجات زي بورت سكيورتي؟ يعني مش بيلوها الداتا اللي رايحه جايه، مالهاش دعوه. خدوا بقى هم الفكره دي وظبطوا بروتوكول وظبطوا ان هو ستاندرد ولا مش ستاندرد؟ ستاندرد. ايرو 2.1 اكس يعني تبع الاي تريبل اي او الكتبه القديمه بتاعت اليزابيث، وعملوا بروتوكول خطير جدا جدا واحنا اكشولي اتكلمنا عليه قبل كده. غريب ايه؟ بيرجع في الكريكولم تاني، بس المره دي بقى الموديول ثلاثه والشابتر بتاع الوايرلس. حد فاكر الشابتر بتاع الوايرلس من زمان قوي؟ الشابتر بتاع الوايرلس قلنا ان انا في نوعين من شبكات الواي فاي السكيورتي بتاعتها، حد فاكر ايه؟ بتخش على الواي فاي دلوقتي نتورك اللي موجود هنا بتدخل ايه؟ دبليو بي اي 2 ودبليو بي اي ايا كان دبليو بي اي ودبليو بي اي 2 بتدخل ايه عشان تخش على الواي فاي نتورك؟ باسورد. لكن قلنا ساعتها ان لا، في البيزنس وفي الشركات ما بيتعاملوش كده، بيدخلوا ايه؟ يوزر نيم وباسورد، صح؟ انتوا فاكرين اهو؟ اليوزر نيم والباسورد دول بيشتغلوا بحاجه اسمها ايه يا جماعه؟ 802.1 اكس. اذا الواي فاي في الانتربرايز لو رحت اشتغلت في شركه كبيره ولقيت شبكه الواي فاي بتخش عليها كل حاجه، بس باليوزر نيم والباسورد بتوعك. مش بباسورد كل الناس عارفاها، لا، كل واحد بيخش باليوزر نيم والباسورد بتوعه. ده اسمه 802.1 اكس، واحنا جبنا سيرته اوريدي قبل كده في ايه؟ الوايرلس. ايه علاقته هنا؟ قال لك بقى راجل ذكي جدا، قال لك ايه رايك لو طبقنا نفس الخاصيه دي على الوايرد مش على الوايرلس؟ على الوايرد مش على الوايرلس. يعني يعني انا دلوقتي قدرنا نظبط في الحته ديت ان الكمبيوتر دوت مسموح له يخش هنا، صح؟ او مش مسموح له يخش، بناء على ايه؟ حاجه درسناها وعملنا لها كل حاجه كونفجريشن وكل حاجه، ده مسموح له يخش او مش مسموح له يخش، بناء على ايه؟ بورت سكيورتي. ماك ادرس بتاعه لو ماك ادرس بتاعك صح اهلا وسهلا، مش صح لا انت مزور ومش عارف ايه، وكونفجريشن بقى وستيكي والكلام ده كله. طيب جميل جدا،
ده كانت السكيورتي اللي احنا عملناها الماك ادرس. طب اسالك سؤال، افرض الماك ادرس دوت اوكي حد عرفه، يعني افرض الهاكر ده هنا عرف الماك ادرس بتاع الجهاز دوت بطريقه ما وحطه ان هو يبقى الماك ادرس بتاعه لما يجي يتوصل هو في الفتحه دي، فاهمين الفكره؟ يعني الهاكر وصل نفسه مكان الراجل دوت وحط الماك ادرس بتاعه، يبقى هو الماك هيبقى له السويتش ولا لا؟ هيبقى يعني زورت الماك ادرس، صورت الماك ادرس. اقول لك حاجه بسيطه، ده مش كمبيوتر، ده لابتوب وحد سرقه. كان حد سرق اللابتوب دوت، فاهم؟ اللابتوب الساعه اللي اتسرق من مكانه وهو بره، وراح بعد كده الشركه وقدر يكونكت بيه على بورت معينه بتاعت، يبقى يقدر يخش ولا لا؟ يقدر يخش. فطبعا اذا البورت سكيورتي مش بيرفكت يعني زي ما احنا كنا ايه نتصور. ايه دوت دوت اكس بيقول لك لا، هو الواي فاي بيشتغل ازاي؟ بتلاقي الشبكه بتدوس عليها كونكت، هيقول لك دخل يوزر نيم وباسورد. ده الجديد اللي هو 802.1x. ايه رايك لما نعمل نفس الكلام في السويتش؟ ازاي؟ تقول ازاي وانا في شبكه وبقول له كونكت؟ لا، لما تيجي توصل كابل النتورك عندك، اجي اوصل كده كابل النتورك، ده زي ان انا اقول له كونكت في الواي فاي. مش هيدخلك الا لما تدخل له ايه يا جماعه؟ يوزر نيم وباسورد. شفت ازاي؟ يعني انت طبعا اهو عارفين هنا الشاشه دي لما بتدوس عليها كده وتلاقي واي فاي نتورك، صح؟ لما بدوس على دي بدوس كونكت بيحصل ايه؟ بيقول لك هنا في مربع هنا بيقول لك خلي باسورد، صح؟ اكشولي لو بتاعت اليوزر نيم والباسورد مش فارقه كتير، بتدوس على شبكه كده وتقول له كونكت، نفس المربع ده هتلاقي بدل ما يقول لك باسورد خلي ايه؟ يوزر نيم والباسورد، هي هي بالظبط اكشولي مفيش اي مشاكل. فاللي هيحصل بقى ان اللان بتاعتنا الكونكشن بتاع اللان نفسه هيظهر هنا كده، تمام؟ وعشان يكونكت هيقول لك دخل لي ايه؟ يوزر نيم والباسورد. عشان تكونكت على اللان او توصل كابل نتورك مش هيشتغل الا لما تعمل يوزر نيم والباسورد. ودي حاجة أقوى بكتير جدا من مجرد فكرة البورت سكيورتي. البورت سكيورتي دي ماك ادرس الناس ممكن تزورها، لكن أنت كل واحد فينا عارف الإيه؟ اليوزر نيم والباسورد بتوعه. فإذا 802.1x بيشتغل بالآتي. ده الكمبيوتر بتاعنا متوصل بالسويتش، والسويتش بيتوصل بسيرفر تاني صديقنا تريبل اي سيرفر اللي هو شغال ببروتوكول اسمه رادينس. لما الكمبيوتر اول ما بيتوصل ما بيبقاش مسموح له يتبعت داتا الا لغايه لما يوثنتيكيت، يعني ما بينفعش ابعت اي داتا باي نوع من اي حاجه، ما ينفعش حتى اخد اي بي ادرس، هو مش اول حاجه بيبعتها الكمبيوتر اللي هو بيروح ياخد اي بي ادرس من دي اتش بي، ما ينفعش حتى اعمل كده. امال ايه؟ لازم تدخل لي يوزر نيم وباسورد الاول. دخلت لي يوزر نيم وباسورد، ده بتوصل لليوزر نيم وباسورد سويتش، سويتش ما يعرفش حاجه ولا يوزر نيمز ولا باسورد، اليوزر نيمز والباسورد كلهم متخزنين فين؟ في السيرفر ريدي زي ما لسه شايفين من شويه. يبقى ده بيبقى اسمه السبليكانت، معناها هنا المقدم، يعني اللي انت عايز تحصل على حاجه. ده اسمه الاوثنتيكيتور اللي هو السويتش بتاعي، وده اللي هو الاوثنتيكيشن سيرفر نفسه اللي هو الريديس. يبقى السبليكانت ده اللي هو عايز اكسس وبيكلم السويتش، بيبعته رساله مخصوصه ببروتوكول مخصوص الحقيقه، تمام؟ اللي هو شغال جوه الستاندرد 802.1x، طبعا اسمه ايبول. اوكي فين هو؟ مش جايبه هنا. EAP دوت OL او EAP Overlay Extensible Authentication Protocol Overlay، ده اللي هو البروتوكول اللي بنتكلم بيه هنا ما بين السبليكنت ده والاوثنتيكيتور. وبعد كده الاوثنتيكيتور بياخد اليوزر نيم والباسورد دول ويبعتهم للسيرفر، السيرفر يرد عليه يقول له اهلا وسهلا او لا، لو اليوزر نيم والباسورد صح هيقول له اهلا وسهلا افتح له. فاهمين الفكره؟ انت قافل الحنفيه، الحنفيه عندك انت قافلها او السكه اللي انت قافلها هي البورت دي مقفوله مش شغاله، ما بتبعتش ولا بتستقبل داتا غير بس الداتا اللي ببعتها وبستقبلها هي الEAP دوت اللي هو اللي فيها اليوزر نيم والباسورد، المسجات دي بس. يعني اكشولي ممكن تكون هنا في البرزنتيشن اوريكم عليها صوره اكبر لان هو مش ايه مش جايب فيها تفاصيل كتير، يمكن تكون هنا. مش شرط طبعا، طيب انا مش متذكر فين، بس طبعا هي فيها خطوات اكتر من كده، انت بتبعت تطلب وتديله يوزر نيم وباسورد، بياخد الكلام دوت يبعته للسيرفر، السيرفر بيديك الاوكي وجاي يفتح هنا ايه البورت. يبقى هنا السويتش مجرد بسيط في النص يقول لك انا بكنترول الفيزيكال اكسس بناء على الاوثنتيكيشن ستابس، لو الراجل ده قال لي تمام بفتح له البورت بتاعته وبدخله، مش تمام ما بدخلوش. وده طبعا حاجه المفضله النهارده في النتوركس انك تستخدم الايه ال 802.1x. اوكي كده خلص الجزء بتاع السكيورتي. يبقى الان سكيورتي بيست براكتسز دي خلصت، اتكلمنا فيها على الدي اتش بي سنوبينج، تمام؟ اتكلمنا فيها على التريبل اي سيرفر، اتكلمنا فيها على 802.1x. اوكي نحاول اقول لكم دي اللي هي طبعا مستحيل اعرف تقرا انتوا هنا الكلام دوت، بس تعالوا نشوف كده ترو اور فولس. هاف اول ديفايسز، طبعا انا بسالك هل دي بيست براكتس ولا بعد اللي احنا شرحناه كده هل ده بيست براكتس، هل ده اللي سيسكو بتنصح بيه ولا لا؟
Have all devices refer to the same database of usernames and passwords hosted on central servers. يعني كل الأجهزة يروحوا لنفس الداتابيز بتاعت اللي فيها usernames and passwords موجودة على سيرفر معين. ده صح ولا يعني المفروض يبقى صح؟ اوكي. Radius المفروض يبقى هو أو هو الـ most secure authentication protocol. لا فاكرين قلنا بتاع اسمه غريب التاني دوت بيشفر كل حاجة. Always use Telnet instead of SSH. لا لا طبعا. Only ports connecting to upstream DHCP server should be trusted. يعني ports بس اللي طالعه اللي رايحه للسيرفر هي اللي المفروض تبقى موثوق فيها. لا. اللي رايحه للسيرفر مش السيرفر اللي جت. مش رايحه للسيرفر اللي هي موثوق فيها، رايحه للاجهزه العاديه مش موثوق فيها. ماشي. Always use TACAX plus to communicate between a router and AAA server because all TACAX protocol exchanges are encrypted. يعني standard دايما TACAX عشان خاطر كل حاجه في TACAX تبقى encrypted، صح ولا غلط؟ طب قلنا لسه قايلين تكاتس انكربتد. 802.1x او 802.1x port based authentication adds security to the access layer، بيزود السكيورتي بتاعتنا اكيد. When an 802.1x is an unauthorized state the port allows all traffic except كذا، لو البورت يعني ديت unauthorized يعني ما سمحناهاش ان هي تخش بتعدي كل الداتا؟ طبعا لا، العكس ما بتعديش اي داتا غير الداتا بتاعت الايه؟ الاوثنتيكيشن باكيتس نفسها. بس وبعدين في كويزلت بس ده يبقى اللي هو زي ما قلنا بديل امتحان الشابتر فده كنت انتم. وبعد كده اس ام بي فيرجن 3 طبعا خدنا اوريدي اس ام بي فيرجن 3 فخليني ارجع للموديولز تاني عشان انط نطه ظريفه ونوصل للسكشن اللي بعد كده اللي هو برضه كلام نظري ونظام نظري بقى. كلاود اند فيرتشواليزيشن. كلاود اند فيرتشواليزيشن يا سلام. طبعا يعني الناس اللي حضروا اول محاضره معايا في المنهج خالص كنا بنتكلم فيها عن يعني ايه اي تي وكارير الاي تي، وحد فاكر يعني الكلام دوت. انا جبت سيره الكلاود وجبت سيره الايه فيرتشواليزيشن، ممكن يكونوا قلنا بعد كده في خلال اثناء المنهج في كذا حاجه لكن ما اتكلمناش عليهم سبيسيفيكلي او ادنا عليهم محاضرات. لاول مره سيسكو بتضيف في المنهج التو كونسبت دول، وطبعا دي حاجه يعني تحيي عليها لان عيب قوي تبقى اسمك اي حاجه شبكات ان شاء الله حتى فني شبكات متبقاش عارف يعني ايه كلاود ويعني ايه فيرتشواليزيشن. تمام؟ فهنتكلم الاول على الكلاود اوكي اللي هو البيج بوس يعني، وبعدين نخش في الفيرتشواليزيشن ومنه هننتقل او هنوصل لحاجه اسمها نتورك بروجرامبلتي. اوكي؟ طيب ايه الكلام الاول؟ اول حاجه الكلاود، بنسمع على كلاود كتير. كلاود يعني سحابه. ايه يعني ايه كلاود؟ كلاود كومبيوتنج. يعني ايه كلاود كومبيوتنج؟ يقول لك involves large numbers of computers connected through a network that can be physically located anywhere. ايه الكلام الغريب ده؟ ببساطه شديده النهارده خلينا نفكر في نتورك. يعني انا عايز ابني نتورك اوكي؟ ايه اللي انا محتاجه؟ شركه هتيجي مثلا تفتح فرع في مصر، شركه كبيره نقول مثلا نتفلكس اوكي؟ هي اوريدي فتحت في مصر، نقول نتفلكس جايه تفتح في مصر، راحت اختارت لوكيشن حلو كده كويس، خدت مبنى ست ادوار وجابت حضرتك انت تصمم لهم الشبكه بتاعتهم، هتعمل ايه؟ من الزيرو خالص، ما فيش اي حاجه، تعمل ايه؟ شوف عندهم كم واحد او اثنين. ست ادوار عاب فيها كل دور فيه 50 موظف 300 موظف، بعد كده هتعمل ايه؟ هتجيب الراوتر والسويتشات. هتجيب الراوتر والسويتشات. ماشي. هتجيب اجهزه، هتبند كابلات، هتجيب الراوتر والسويتشات زي الباشمهندس ما بيقول، تمام؟ حسب الاحتياجات بتاعتك، هتديزاين النتورك طبعا موجود في الاول قبل اي حاجه، الديزاين قبل كل الكلام ده كله. بس انا يعني ماشي مش مشكله، انت اصلا مش سي سي ان اي، ما حدش هيجيب سي سي ان اي ان هو يعمل الكلام ده كله، بس هنقول يعني انت فاهم المفروض القصه صح؟ هنصمم النتورك، هنجيب الاجهزه طبعاً. تمام؟ الاجهزه دي عباره عن كمبيوترات للموظفين، وايه اجهزه ثانيه هنجيبها؟ الداتا سنتر ستورج. الداتا سنتر يعني هو كل واحد عنده كمبيوتر وبعدين بيعمل بيه ايه؟ الداتا سنتر ده اللي هو عباره عن اوضه، مش ده حاجه كبيره ولا حاجه، يعني اوضه قد الاوضه دي او اصغر من الاوضه دي، حط فيها ايه؟ السيرفرات بتاعت حضرتك كلها اللي انت محتاجها، فنقول مثلا انت محتاج وات ايفر خمس سيرفرات 10 سيرفرات اللي انت عايزه، هتجيبهم وتحطهم في ايه؟ في الاوضه دي، والموظفين دول هيعملوا شغلهم على السيرفرات دي، صح؟ جميل جدا. عشان يوصل الدنيا كلها دي بعضها برضه زي الباشمهندس ما قال، ايه سويتشات وراوترات، اوكي؟ سويتشز لاير 2 سويتشز ايه لاير 3 مالتي لاير سويتشز مثلا، راوترز طبعا عشان خاطر توصلنا بره والوان والايه والانترنت والكلام ده كله. خلص الكلام؟ صح كده؟ تعال نفكر في سيناريو تاني. انا النهارده هقول لك ده كده العرض اللي انت قدمته مثلا يعني عشان خاطر ايه لنتفليكس اللي انت تصمم لهم الشبكه بتاعتك. انا بقى هروح واقول لهم لا انسوا الكلام ده خالص، الكلام ده تو ماتش مكلف كتير قوي، هيكلفكم كتير جدا جدا، هيكلفكم كتير عشان تشتروا
حاجات كتيره وهيكلفكم كتير جدا عشان تطوروا السوفت وير والحاجات اللي انتم محتاجينها والسيرفرز دي كلها وبعد كده عشان الناس تدير الكلام ده كله. لا 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 انا عندي سولوشن تاني خالص احسن بكتير بيعتمد على الكلاود. ابيع لك الكلمه دي بقى كلمه من الكلمات اللي بتتباع. هعمل ايه؟ هنجيب الاجهزه زي ما هي 300 جهاز كمبيوتر تمام. ممكن اجيب سيرفر واحد او سيرفرين بالكتير قوي تمام عشان بس يشغلوهم يعني مش اكتر. وممكن ما اجيبهمش خالص الحقيقه. هجيب اكيد طبعا سويتشات وراوترات زي ما قلنا. انت وفرت ايه كده؟ هي إيه التوفير كله في حته الايه؟ السيرفر. والاجهزه لازم تجيبهم لازم توصلهم بسويتشات ده لازم. لكن بعد كده السيرفرز عندنا اللي موجوده الاجهزه دي كلها في الحقيقه كل وظيفتها انها تتوصل بالانترنت. يعني كل الكمبيوترز دي ممكن ما يحتاجوش ولا سيرفر. ليه؟ يعني مش حط ولا سيرفر في الشركه عادي كلهم بس وصلهم بالانترنت. وبعدين هروح لاحد موفري خدمات الكلاود ودول كتير جدا. مصر اكشلي ليها موفرين خدمات كلاود كتير جدا بس ممكن طبعا تروح للكبار اللي هم الانترناشونال يعني جوجل ومايكروسوفت وطبعا اكبر واحد امازون تمام. ناس كتيره جدا هيعملوا لي ايه بقى موفرين الكلاود دول؟ بدل ما عندي انا القصه دي كلها اللي كنت حاططها سيرفرات والسيرفرات دي بينزل عليها ويندوز سيرفر وبعد ما بينزل عليها ويندوز سيرفر بيقدم لك خدمات زي ايه؟ يعني الموظفين محتاجين ايه مثلا كسوفت وير بيستخدموا ايميل صح؟ مثلا ممكن يحتاجوا حاجه للكولابوريشن يعني اللي هو بروجكت مثلا ناس شغالين عليه حاجه للتعاون ما بينهم وبين بعض. وبعدين حسب بقى الشركه نفسها بتعمل ايه؟ يعني اللي هو نظام الحسابات صح؟ فين الحسابات بتاعتك؟ الاتش ار بيحتاج سيستم او سوفت وير خاص بيه. تيجي بقى تخش بقى في السوفت ويرز الحاجات الكبيره الضخمه اللي بتتعمل مخصوص الشركات. لو سمعت مثلا اي ار بي وسي ار ام اختصار لمثلا اي ار بي انتربرايز ريسورس بلاننج اوكي؟ ده اللي بيظبط الشركه كلها من الاخر يعني ده السوفت وير المركزي بيظبط كل شغل الشركه في حته واحده. والتاني طبعا اللي هو السي ار ام اللي هو كاستمر كاستمر اوكي باختصار يعني ليها علاقه بين الكاستمر بالتعامل مع ايه؟ مع الكاستمرز تمام. فاذا هتعمل الكلام ده كله السوفت وير ده كله عشان تطور السوفت وير ده هتاخد منك وقت تمام وهياخد منك مجهود وهياخد منك اجهزه وقصه كبيره جدا جدا. بس ده اي شركه محتاجاه لازم بتعمله عشان خاطر تعمل الشغل بتاعها. ده السولوشن الاولاني. السولوشن الثاني بقى اقول لك لا ايه رايك انا هروح لشركه الكلاود دي. شركه الكلاود دي بتديك الكلام ده كله جاهز. انتوا اوريدي كلكم بتسلموا خدمات الكلاود دي كل يوم. ليه؟ الايميل بتاع حضرتك فين؟ الايميل بتاع حضرتك في الكلاود. في الكلاود فين؟ عند جوجل عند جوجل عند ياهو عند مايكروسوفت لو شغال بالاوتلوك دوت كوم. ده اكشلي اللي بيحصل. فاذا تصور الكلام ده كله بقى بالنسبه للايه؟ للبزنس. يعني بص كده اوكي جوجل فور بزنس اوكي جوجل فور بزنس انا عايز الصفحه الرئيسيه اهو. تمام؟ ولا جيت بزنس ايميل فيديو كونفرنسنج اند كلاود ستورج فروم جوجل. لو انت سمبل بزنس سمبل صغير يقول لك انا هديك ايه حضرتك؟ بزنس ايميل مش ايميل عادي بتاع بيرسونال فيديو كونفرنسنج عشان خاطر نعمل كولابوريشن ما بيننا وبين بعض طبعا فيديو اوديو اللي انت عايزه كلاود ستورج حط الملفات بتاعتك بقى. مش بس كده هتستخدم كل الابلكيشنز بتاع جوجل اللي هو ايه؟ جيميل تمام؟ هانج اوتس كالندر جوجل بلس درايف للستورج دوكيومنتس اللي هو زي وورد شيتس زي اكسل فورمز اللي هو يعني حاجه بسيطه مش زي اكسس او سلايدز اللي هو شبه باوربوينت سايتس اللي هو بتقدر تعمل فيه المواقع بتاعتك وبعدين ادمنستريشن وفولت للمانجمنت. كل ده بديهولك كباكج كشركه لو انت شركه صغيره وعندك 10 موظفين. هقول لك مثلا هاخد انا مش عارف البرايسنج بتاعه كام بس احنا ممكن ندوس هنا هيقول لك $10 بير بيرس بير يوزر بير مانث او $5 بير يوزر بير مانث. يعني ده الغاليه 10 دولار. لو عندك 10 موظفين هتدفع كام في الشهر؟ $100. طب ده ولا انا اجيب اجهزه وعلى فكره كده بقى ممكن ما اجيبش لو انا 10 موظفين ممكن ما اجيبش للموظفين اجهزه كمبيوتر اصلا. ولا امال هيشتغلوا ازاي؟ انا اجيب جهاز بالموبايل. موبايل اشتغل بالتابلت باكس تابلت اجيب لك تابلت 500 جنيه تمام؟ مش قصه امين القصه مش لازم اجيب ديسك توبس اصلا بس هنقول جبنا ديسك توبس هنقول جبنا لابتوبس وات ايفر هدفع ليك بدل ما اجيب سيرفرز واقعد اعمل سوفت وير واظبط الكلام ده واجيب واحد بتاع اي تي زي حضراتكم يدير لي الموضوع دوت. لا مش عايز من حد بتاع اي تي. مين هيدير لك كل حاجه من الصفر للنهايه؟ الاستاذ من جوجل وب $10 للموظف. اوكي؟ طيب اللهم فين بقى الحاجات اللي عايز بقى سي ار ام واي ار بي ومش عارف ايه؟ خش تمام؟ قوم جاي مثلا عامل سيرش هنا كده اوكي؟ مين مثلا زومو؟ مش فاكر زومو عندهم ولا لا بس خلينا نشوف. اه زومو عندهم
دي واحده من الشركات اللي هم البروفايدرز عيبان دلوقتي اذا كان عندهم ولا لا. يس مثلا عندهم ايه؟ سي ار ام. اوكي؟ فالكاستمر ريليشن شيب مانجمنت او ده الاختصار بتاعه. اداره اللي ايه العلاقه ما بينك وبين الكاستمرز يعني. تمام وعندهم برضه دوكيومنتس وميل وكريتور اللي هو بقى بتعمل بيه ابس انت مخصوصه عندك وادي مثال واحد يعني ادي زوم ابس عندنا بص سي ار ام ده بقى ماسك السيلز والماركتنج وسيرفيز وكامبينز وسوشيال ومش عارف ايه وفورمز قسم طبعا ايه مالناش دعوه بيها يعني وكمان بيديك كل الكلام ده كله واي تي ويلب ديسك وفاينانس كمان يعني اعمل لك انفويس وفواتير وبص واتش ار ده حاجه جميله جدا تمام. طيب كل ده كام القصه بتاعته اكيد مش حاطين البرايسنج هنا ده لازم تعمل لهم كول تك او حاجه زي كده انت بتساين اب فور فري على فكره الساين اب فور فري بس البرايسنج شوف ده زي بس اغلى طبعا مش حته مش 10 دولار يعني في الايه القصه بتاعته. اخر مثال هوريه لكم اللي هو بقى تقول لي طب كل ده محتاج حاجه اساسي اللي هو الوورد ومش الوورد اهو تمام اوفيس اي 365 اهو وي اوفيس 365 ده مش زي اوفيس اللي هو 2007 2013 2016 والحاجات دي كلها ده اوفيس اي بيشتروك اوفيس 2016 ده لو حبيت تشتريه موجود مايكروسوفت يقول لك خده في كذا منه نسخه ب 300 دولار في 500 دولار في وات ايفر لا ده نفس القصه اللي بقول لكم عليه 5 دولار يوزر بير مانث 8.25 دولار 12.5 دولار نفس القصه بتاع اوفيس كامل كل برامج الاوفيس بتاعتك كمان تختلف حسب هنا هيقول لك اهو يعني ده في ايه الثلاثه دول بس فيري سيمبل ده وورد واكسل وباوربوينت وان ون نوت ومش عارف بابلشر ده هنا هتلاقيه مزود عليه سكايب مثلا تمام حسب احتياجات حضرتك حسب ما ايه ما هتختار كل اللي انا شرحته لكم ده هو ده الكلاود كومبيوتنج ان انا اقدم لك خدمه كامله شامله كل اللي حضرتك تحتاجه تمام عن طريق الكلاود انت ما تحطش عندك خالص اي حاجه لا برامج ولا اجهزه ولا سيرفرات ولا ابلكيشنز ولا ديفلوبرز ولا اي تي ستاف ولا اي حاجه واضح وده واحد من انواع الكلاود يعني شوف دلوقتي الانواع بتاعتهم بس ده اشهر نوع يعني الحاجه الاقرب اللي انت ايه تفهمها. طب ايه المميزات بتاعت هذا الموضوع؟ enables access to organizational data anywhere at any time يعني مديك access للداتا بتاعتك من اي مكان من اي حته لان طبعا هي الداتا فين موجوده فين على النت. Streamlines organizational IT operations by subscribing only to needed services يعني انا مش هحتاج حاجه مش هشترك فيها. اوكي؟ بمعنى انا لما بشتري سيرفر او بجيب حد بيعمل لي حاجه على السيرفر او بيضيف حاجه على السيرفر بيحط لك حاجات كتيره جدا يعني ويندوز سيرفر 2012 عارفين اروح شايف ويندوز سيرفر 2012 ده ثمنه كام؟ حاجه ضخمه جدا. بيقدر يعمل ايه بقى؟ مثلا 50 خدمه اقدر اقدمها يا عم انا مش عايز غير ثلاث خدمات. انا عايز مثلا دي ان اس وايميل مثلا يعني. بس دي اس سي ثلاث خدمات اهو. حلو بس انت كسيرفر مايكروسوفت بيعوه لي ليه بثمن غالي قوي لانه بيعمل لك 50 سيرفس بس انا مش عايز 50 سيرفس فاهمين القصه؟ مفيش منه اوبشنز يعني مفيش منه ايه لكن انا هنا ما بشتريش الكلام دوت انا بشترك فقط لان انا الخدمه اللي انا محتاجها مفيش حتى ليه الحاجه نفسها. Eliminates or reduce the need for on-site IT equipment, maintenance and management. يعني مفيش اجهزه ولا في ناس بتوع اي تي ولا محتاج سياره ولا محتاج الكلام ده كله. تصور ده صناعة لوحده قد ايه وهيوفر قد ايه فلوس reduces cost of equipment energy كهرباء الطاقه اللي بتفرق كتير جدا في الحقيقه physical plant requirements يعني المكان نفسه الاوضه اللي انت كنت هتزودها دي ولا الشركات الكبيره الدور الكامل اللي كنت هتعمله للداتا سنتر والاي تي وطبعا personnel training اللي هو الموظفين بتوعنا والتدريب بتاعهم كل ده يتلغى. enables rapid response to increasing data volume requirements يعني ما يهمكش بقى انت عندك الداتا بتاعتك بالجيجا بايتس ولا التيرا بايتس ولا البيتا بايتس حتى. انت بتخزن عند جوجل تمام؟ الخزنه الناس يعني مفيش عندهم اي حاجه خالص اليوزرز العاديين زي حضراتكم جوجل بيديكوا حاجات تخزين بارقام رهيبه يعني العادي الايميل بتاعك والكلاود ستورج بتاعك فما بالك بقى ان هم البيزنس في منهم بلانز تبقى انليمتد ستورج انليمتد يعني تخزن على الانترنت انليمتد عايز تحط 100 تيرا مفيش مشكله عنده. اوكي يبقى اذا الكلاود كومبيوتنج والموديل بتاعه اللي هو بيقول لك باي از يو جو يعني ادفع على قد اللي انت محتاجه مش بتاخد حاجه كبيره وتظبطها بقى حاجه اساسيه النهارده ايه بالنسبه لك. طيب بدل ما تدفع فلوس كتيره في الاول اللي هي بنسميها كابيتال اكسبنشرز يعني راس مال بتحطه في حاجات كتيره في الاول تشتري اجهزه والكلام وسوفت وير والكلام ده كله دلوقتي اتحولت لحاجه اسمها اوبريتنج اكسبنشر من الاخر بقى الاي تي والخدمه بتاعت الاي تي تتعامل زي الكهرباء والميه والغاز لما تيجي تحسب البلان دلوقتي الشركه بتاعتك بتقول ايه؟ انا بخش شويه بزنس بلان يعني اوكي انا محتاج مصاريف شخصيه كذا الايجار بتاع المكان المرتبات بتاع الموظفين اليوتيليتيز اليوتيليتيز دي وجهه الكهرباء ميه غاز تليفون انترنت وايه؟ اي تي
تقوم جاي حاطط اي تي، انا هشترك في خدمه مايكروسوفت وهشترك في خدمه جوجل وهشترك في خدمه زوجو، دول كده هيغطوا لي محتاج كام؟ مثلا $30 للموظف، وانا عندي 10 موظفين، يبقى كل شهر احتاج $300. فاهمين بتحسبها ازاي؟ ولما تيجي تحسبها بالنسبه لشركات في مستوى معين على المدى الطويل، يعني على مدى 5 سنين هتدفع فلوس قد ايه؟ تلاقي ان انت دفعت ارخص من انت تكون رحت اشتريت السيرفرز والسوفت وير والحاجه ايه بتاعتك. واضح كده الفرق؟ يبقى الاي تي سيرفيسز تحولت ليوتيلتي زي ما قلنا، زيها زي الميه والكهرباء. نيجي بقى لانواع الكلاود، الخدمه اللي بتتبنى الكلاود، كلاود سيرفيسز مش انواع كلاود نفسها، بس انواع كلاود دي انواع خدمات الكلاود. اللي انا شرحتها لكم في الحقيقه اسمها ساس او سوفت وير از سيرفيس، اللي هو من الاخر انت ما بتعملش اي حاجه بيجي لك سوفت وير جاهز. تمام؟ يعني زي بتاع جوجل اللي فتحناه زي اوفيس 365، ده سوفت وير جاهز، في الحاجه بتاعتك زي الراجل بتاع زوهو اللي كنا فاكرينه شويه ده، يعني ده حاجه خطيره يعني وناس كتير بتستخدمه، انت بيجي لك سوفت وير جاهز، شغاله من على موبايل، شغاله من على تابلت، شغاله من على لابتوب، السوفت وير فيه كل الايه؟ الخدمات اللي انت عايزها. فاهم هو ده الكلاود؟ لا. لو انت شركه وبزنس محتاج سوفت وير خاص بيك انت وعندك الديفلوبرز بتوعك موجودين جوه الشركه ان هاوس، وده ناس كتيره جدا بتعمله، كل الشركات الكبيره بيبقى عندهم ديفلوبرز ان هاوس. يعني ايه ان هاوس؟ يعني معين ناس ديفلوبرز بروجرامرز. اوكي؟ ففي الحاله دي انت مش عايز برامج جاهزه، يعني انت مثلا زوهو دوت او فين زوهو تاني بيعمل لك سي ار ام، صح؟ قال السي ار ام بتاعه سيلز انبوكس وكامبينز وسيرفي ومش عارف ايه، بس انا اكشلي عايز اديفلوب الابلكيشن خاص بيا، مش مقتنع بدوت وما فيهوش كل الامكانيات اللي انا عايزها، مش كاستمايز للحاجه بتاعتي. ما هو الناس ده عاملينه ينافس مين؟ اي حد عايز سي ار ام. يعني بتبيع دورات تدريب زي ما بتكون بتبيع بيبسي، ما فيش مشكله، هم كلهم حاجه. بس طبعا في الحقيقه لما تيجي تسال الناس بتوع الديفلوبرز لا، انت المفروض كل حاجه تشتري لها ايه او تظبط لها الحاجه الخاصه بيها. في الحاله دي اديك حاجه اسمها باس. ايه باس دوت؟ بي اي اس او بلاتفورم از ا سيرفيس. يعني انا هديك سيرفرات نازل اوريدي عليها حاجه البلاتفورم اللي انت هتطور عليها البروجرامنج بتاعك، يعني الديفلوبمنت تولز زي ما بنسميها، الادوات اللي هي بتاعت الايه؟ التطوير، جاهزه موجوده لحضرتك ان انت تستخدمها. موجوده لحضرتك ان انت ايه تستخدمها، زي مثال مثلا كان في هنا برزنتيشن اكشلي مش حاطين الصور هنا، هم حاطينها هنا، ده سيسكو برضه يعني ده البرزنتيشن بتاع الاكاديمي. الباور بوينت برزنتيشن بتاع فمثلا زي مين؟ اوكي؟ يعني مثلا هو هنا جايب الايه؟ ال 3 اهو، يمكن الصوره دي تبقى حاطط سوفت وير از سيرفيس، اللي هو بيضم كل حاجه مع بعض، زي مثلا مثال حاطط سيلز فورس. طبعا انا ما اعرفش ان سيلز فورس دي واحده من اكبر الشركات، ولا حاجه اسمها سيلز برضه بتاعت سي ار ام، نفس الايه الكلام. لكن بلاتفورم سيرفيس يديك مثلا ايه؟ ده مثال مشهور وده مش نمبر 1 في العالم الحقيقه، يعني جوجل متاخره شويه، جوجل اب انجن او مايكروسوفت ازور اسمه او ايجر، ما اعرفش بتنطق ازاي، تمام؟ اي زد يو ار اي. اوكي؟ فسواء دوت او دوت ده بيعمل لك ايه يا جماعه؟ دي بلاتفورم جاهزه حضرتك تطور التطبيقات عليها، يعني في الاخر البروجرامرز اللي انت معينه هيخشوا، بس بدل ما بيكونوا حضرتك لازم تجيب لهم سيرفر وتنزل على السيرفر ده سيرفر، وتنزل على السيرفر ده بعد كده ابلكيشن انفايرمنت زي فيجوال ستوديو والحاجات دي كلها واس كيو ال سيرفر، لا مش محتاج تعمل الكلام ده كله. الديفلوبرز هيخشوا يعملوا مين؟ يكلموا مين؟ جوجل اب انجن، يكلموا مين؟ مايكروسوفت ايزر. فاهمين الفكره؟ فاذا دي الخدمه النوع الثاني اللي هو اسمه بلاتفورم از ا سيرفيس، بديك الخدمه بتاعتي اللي هي ايه؟ البلاتفورم. دي المحطه اللي انت هتشتغل عليها. اخر حاجه ودي اقل حاجه، تقول لا بص انا مش عايز الكلام ده كله خالص، لا لا خالص انا مش عايز الحاجات دي، امال انت عايز ايه؟ انا عايز انفراستراكشر، اديني سيرفرات ومالكش دعوه انت بحاجه ثانيه، بس كده اديني سيرفرات هاردوير، بدل ما انا اروح اشتغل سيرفرز انا من الاخر كاني باكر سيرفرز من عندك. انا باكر السيرفرز دي ومالكش دعوه باي حاجه ثانيه، مثلا طبعا اشهر واحد اللي هو ايه؟ امازون ويب سيرفيس، زي ما بقول لكم بوريه لكم دلوقتي. اوكي؟ مثلا امازون اي اي دبليو اس. اوكي؟ ده نمبر 1 في العالم يعني. ده بنخش عليه وتقدر ترنت سيرفر، تاجر سيرفر لوقت معين، لفتره معينه، لحاجه معينه، حسب اللي انت عايزه، تمام؟ اهو بصوا اختار حاجه اسمها كومبيوت دي مثلا، هي فيرتشوال سيرفرز، كونتينرز، مش عارف ايه. ولو دوست عليها كده ادي الايه؟ الاوبشنز المتاحه بالنسبه لنا. اشهر حاجه عندهم حاجه اسمها الامازون اي سي 2 دوت. وده لما تخش عليه هيقول لك بقى اوكي، طبعا ممكن تتراي فور فري كالعاده، بس لو دخلنا في البرايسنج اوكي. بص بقى انت عايز ايه؟ لينكس ولا عايز ويندوز ولا عايز ويندوز اس كيو ال ويندوز؟ ده انا ايه؟ هنزل لك السيرفر بالاوبريتنج سيستم بتاعه واتفضل بقى. انت محتاج ايه؟ كام فيرتشوال سي بي يو يبقى موجود؟ كام اي سي يو؟ كام ميموري؟ كام ستورج؟
كام لينكس يوسج قد ايه وادي الاسعار بتاعتها. السعر طبعا زي ما شايفين لو حد شايف مثلا ده 21 سنت في الساعه تمام، ده يعني حوالي 105 سنت في الساعه، ده 1.6 دولار و7 فاهمين القصه. ده كام دولار و7 المفتري ده؟ ده 36 سي بي يو ومش دي رامات او 60 جيجا بايت رامات بيديهولك بالساعه. طبعا في يعني الاكتر من كده، في اللي هو الفترات اطول، ده اللي بيحاسب بالساعه اللي انت كلمت تريد، في حاجات فكرت على ايه على مثلا يعني حاجات اكبر من كده يعني، وحسب انت بتستخدم ايه، وعندهم خدمات وحاجات تانية كتير جدا. فالاخيره دي اسمها انفراستراكشر، انا بديك بنيه تحتيه، انا بديك سيرفرات تمام وانت بتعمل عليها. في اكشن منهم ناس بيبيعوا حاجه اسمها بير ميتال، يعني لا هنا بينزل لك اللينكس صح او بينزل لك الويندوز، لا لا انا هديك السيرفر ومش هنزل لك حتى الاوبريتنج سيستم، انت اللي هتنزل الاوبريتنج سيستم وانت اللي هتدير وتعمل كل حاجه، دي حاجه اسمها بير ميتال تمام. فاذا انا بدي كده هذه الخدمه اللي هي اي اي اس او انفراستراكشر اي اس سيرفيس تمام. يبقى طبعا واضح لو انا اديتك سوفت وير سيرفيس اللي هو بديك السوفت وير جاهز، اكيد جواها في البلاتفورم وفي الانفراستراكشر. لو اديتك بلاتفورم لا، يبقى جواها انفراستراكشر، انا بديك اللي هنا الديفلوبمنت بس تحتيها السيرفرات موجوده لكن ما فيهاش سوفت وير. فمين هم مبنيين ازاي؟ يعني زي الصوره دي كده، هم مبنيين جوه بعض كده، شايفين ماشيه ازاي؟ يعني انا بديك سوفت وير از سيرفيس بس اكشولي بلاتفورم از سيرفيس وانفراستراكشر سيرفيس جواها، جوه سوفت وير از سيرفيس. وانا بديك السوفت وير ده ازاي؟ يعني جيميل هو مش مأجر لك سيرفرات بس انت واخد بتستغل السيرفرات بتاعته ولا لا؟ صح؟ وبتستغل الديفلوبمنت بتاعته ولا لا؟ اللي هي الابلكيشنز اللي موجوده عليه. فاذا لما انت بتاخد سوفت وير سيرفيس ده اللي هو الكبير اللي فوق، لو بلاتفورم دوت حاجه اقل شويه وده ايه اقل حاجه خالص، وانت بتعمل كل الشغل ايه بنفسك تمام؟ طبعا حسب احتياجات حضرتك ايه؟ حسب احتياجات حضرتك ايه؟ دي ممكن الشركات الصغيره والمتوسطه، دي الناس اللي عايزه تبقى عندهم ديفلوبرز، دي الناس اللي عايزه بقى كل حاجه هي تعملها بنفسها. اخيرا في اي تي اس، وده طبعا يعني زياده او فوق دول غير الاس والبي والاي، اي تي از ا سيرفيس، ان انا بديك الاي تي بتاعي بمعنى ان انا هعمل لك كل السبورت بتاعك اللي انت محتاجه في السيرفرز بتاعتك از ا سيرفيس. يعني انت هنا ممكن تاجر مني السيرفرات بس بدون سبورت مثلا تمام، لا انا بديك الايه السبورت بتاعها. ممكن تاجر مني بلاتفورم بدون سبورت، لا بديك الايه السبورت بتاعها. فده موديل جديد برضه اسمه ايه اي تي از ا سيرفيس. يبقى كده الثلاثه الكبار هم سوفت وير بلاتفورم وانفراستراكشر. نيجي بقى للكلاود مودلز نفسها، وده نوع الكلاود مش نوع السيرفيس، ده مش مهم بتقدم لك اي خدمه من الثلاثه بس نوع الكلاود. وعندنا يعني حاجات بسيطه خالص واضحه من التعريف بتاعها مش صعبه يعني. بابليك كلاود يعني ايه بابليك كلاود؟ زي جوجل انت بتستخدمه كل يوم، جيميل بيعتبر جزء من البابليك كلاود، وخدمات ساعات بتبقى فري او بتبقى بفلوس زياده. لو انت رحت اشتركت في جوجل اللي احنا كنا جايبينه من شويه دوت، ده برضه ما زال يعتبر بابليك كلاود مش برايفت. يعني لو اشتركت في جوجل الشركه بتاعتك ودفعت لهم فلوس برضه ما زال يعتبر بابليك. اما برايفت كلاود لا، برايفت كلاود بيقول لك دي اورجانيزيشن معينه او حاجه معينه زي الحكومه بتبني هي كلاود خاصه بيها. فطبعا ما حدش بيقدر يبني كلاود خاصه بيه غير الشركات الكبيره اللارج قوي، هي اللي تقدر تعمل ايه حاجه زي كده. بيقول لك دي اكسبنسيف او غاليه قوي ان انت تقدر تبني بنفسك انت الكلاود بتاعتك، فما بيبقاش غير الحاجات الضخمه تمام. اخيرا الهايبرد كلاود، او مش اخيرا ده في الكاس، اوكي الهايبرد كلاود او خليط ميكس ما بين بابليك على ايه على برايفت، يعني وضع اجزاء بابليك واجزاء ثانيه برايفت. اخيرا كاستم كلاود، دي كاستم يعني لا هي بابليك ولا برايفت ولا هايبرد، دي بتعملها زي ما انت عايز حسب احتياجاتك. زي مثلا احتياجات الهيلث كير، المستشفيات ممكن يعملوا نظام كلاود خاص بيهم مع بعض، او احتياجات الميديا مثلا حسب اللي انت عايزه ايه. مثلا دي كاستم كلاود ميديا، دي كاستم كلاود ثانيه هيلث كير، دي للجفرمنت، دي بابليك كلاود بس كلها، دي برايفت مخصوصه فقط لحاجه اسمها هوم تاون نيوز وهكذا. يبقى دي الانواع المختلفه بتاعت ايه الكلاودز بتاعتنا. يبقى التو مين كونسبتس اللي محتاج تعرفهم حتى الان هم ايه السيرفيسز الثلاثه سيرفيس الكبار اللي بتقدموا كلاود، وبعدين ايه الانواع بتاعت كلاود، والاساسي هم البرايفت والايه والبابليك. بعد كده بيحاول يوضح الفرق ما بين تو كونسبتس مهمين جدا، الكلاود كومبيوتنج وفيرسز الداتا سنتر. الناس كده بتفتكر كلاود يعني الداتا سنتر، الداتا سنتر يعني كلاود، الحقيقه لا، هم طبعا لهم علاقه مهمه جدا ببعض لكن مش ده هو ده. الكلاود كومبيوتنج بيقول لك هو an off-premise service that offers on-demand access to a shared pool of configurable computing software. ده تعريف يعني الاكاديمي قوي بس ده اللي احنا قلناه، يعني مش موجوده عندك في المكان، بيديك خدمه حاجه مش موجوده عندك في المكان، بيديك خدمه، الخدمه دي on-demand يعني حسب ما انت بتحتاج على قد ما بتحتاج على قد ما بتدفع لانك تخش على computing resources سواء برامج سواء اجهزه سيرفرات سواء platform development whatever اللي انت ايه عايزه. بس الداتا سنتر بيقول لك عباره عن مكان
في بنخزن فيه الداتا وبنبروسس الداتا بتاعتنا ويا اما بيبقى موجود جوه في الشركه يا اما بيبقى اوف سايت بره. طيب ايه القصه؟ الموضوع بسيط جدا. كلاود كومبيوتنج ما ينفعش تبقى موجوده الا بايه؟ بالداتا سنترز. يعني لما نقول الاستاذ امازون ده اللي بيبيع لنا الحاجات ديت كلها بيبيعها ازاي؟ ايه اللي حصل؟ عارفين ايه اللي حصل؟ امازون عارفين بيعمل ايه اصلا في الاساس يعني غير اي حاجه؟ بيعمل ايه شركه امازون؟ امازون بيعمل ايه؟ محدش اشترى حاجه من امازون؟ اه في الاساسي في الاساسي بالاساس بعيد عن بيبيع اكبر شركه بتبيع في العالم على الانترنت تمام؟ يبيع اي حاجه من الابره للصاروخ ما عندوش حاجه تقريبا ما بيبيعهاش حلو كده؟ فهم ابتدوا وابتدت الفكره بتاعتهم الراجل اللي عمل الشركه دي ابتدى يعملوا كده. طبعا كل ما ابتدوا يكبروا بقى يجيبوا سيرفرز ويحط عليها داتابيز. الداتابيز بتاعت امازون يمكن اضخم داتابيز في العالم يعني مثلا. ويحط عليها سيرفرز ويحط عليها داتابيز ويحط عليها سيرفرز وسيرفرز وبعدين لقوا ان السيرفرز اللي عندهم كتير قوي بقى عندهم خبره جامده جدا وعملوا طبعا بلاتفورم خاصه بيهم وسيرفرات خاصه بيهم بقوا حاجه جامده جدا اكبر شركات العالم. فقال لك طيب ايه رايكم الخدمه دي نقدمها للناس؟ احنا لقينا ناس جامدين قوي في السيرفرز ولكن اصلا ما بنبيعش حاجه. يعني قصدي يعني بنبيع كل حاجه لكن ما بنقدمش للناس خدمه زي يعني مش جوجل. احنا فاهمين احنا مش مايكروسوفت. احنا مجرد عارفين امازون زي مين في مصر هنا؟ سو. فقال لك اوكي انا بالنسبه لي عايز ابيع لكم بقى انتوا الخدمه اللي انا بقيت خبير فيها طقت في دماغهم كده راح اعمله بقوا نمبر 1 واحد في العالم دلوقتي ان هم يعملوا حاجه كده. قال لك انا عندي سيرفرات كتيره جدا وعندي سوفت وير كتير جدا وداتا بيز وكل اللي انت ممكن لك ان تتخيله فابتدي ابيعه للناس اجره لهم بهذا الفكره. وهم كانوا قاعدين في هذا الموضوع طلعوا بيه من البدايه خالص وخدمات الكلاود كده بهذا الشكل. تصور بقى ان كل امازون دي بكل اللي هي بتبيعه اللي هو مليارات يعني في الشهر مش هقول لك في يعني في السنه مش رابحه مش شركه رابحه مش ما بتجيبش فلوس ما بتكسبش مش ما بتكسبش لا بتصرف كتير جدا اكتر ما بتكسب معانا معانا الاي دبليو اس اللي هو الجزء بتاع امازون اللي بيبيع الحاجه دي اللي هي الخدمات بتاع كلاود اللي هو خلى الشركه تقريبا السنه اللي فاتت اول سنه في تاريخ امازون يطلع في البورصه اللي هم كسبوا اللي هم عندهم ارباح كانت بسبب ده اللي هو اي دبليو اس. فتصوروا بقت حاجه ايه ضخمه قد ايه. فاذا كل دوت ليه؟ عشان خاطر هم عندهم لا عندهم سيرفرات كتير. طب السيرفرات دي فين يا جماعه؟ حته اسمها ايه؟ في الداتا سنتر. يعني هم لقوا ان عندهم داتا سنترز كبيره جدا ومليانه سيرفرات ومش مستغله. يعني هو بيحتاج سيرفرات كتيره ليه اصلا؟ انا مثلا بجيب بحط الداتا سنتر بحط فيه 100 سيرفر رغم ان انا محتاج 50 بس ليه حطيت 100؟ انا محتاج 50 بس عشان عندي شغل بالظبط هم 50 ريدندنسي ده انت امازون ما ينفعش تقع. فلو محتاج 50 هتحط كام؟ تحط 100. طب ايه رايك نبيع؟ هو دي فكره يعني انا ال 100 دول مش مستغل منهم غير 50 بس في الاخر كده كده هم 50 بس اللي مستغلهم. فعشان كده جت الفكره يبقى انا عندي داتا سنتر. الداتا سنتر عباره عن شويه سيرفرات كتير قوي قوي متوصلين بشويه سويتشات بشويه ستورج. طبعا مش هندرس احنا القصه دي ده كورسات ثانيه خالص بقى اللي هو الداتا سنتر. لكن سيرفرات بتشتغل بطريقه معينه متوصله بسويتشات بتشتغل بطريقه معينه غير السويتشات بتاعتنا خالص بتشتغل بستورج اللي هو مش هارد ديسك يعني بتشتغل بشبكه ستورج مخصوصه زي سام او ناس او اي او وات ايفر تمام. هو ده الايه الداتا سنتر. يبقى انا الداتا سنتر بقدم لك كل الخدمات دي. الكلاود ده واحده منهم بس. بس انا كداتا سنتر بعمل لك فيه فيرتشواليزيشن هاي سبيد نتوركينج سوفت وير از ا سيرفيس يعني يعتبر تبع كلاود نتورك سكيورتي كل ده فيتشرز موجوده فين في الداتا سنتر. الداتا سنتر نفسه كمكان تقدر تعمل بيه حاجات كتير قوي قوي بس من ضمنها الحاجه اللي هي طلعت زياده فوق البيعه كده زي ما شفنا في حاله امازون كانت الايه الكلاود سيرفيس او الكلاود اي كومبيوتر. فانت ممكن يكون عندك داتا سنتر وما تستغلوش بس غير الحاجه بتاعتك زي اللي بيحصل دلوقتي. مين هنا في مصر بيبيع كلاود تعتقد كلاود كومبيوتنج سيرفيس؟ مين؟ تي ام سي وفي اورنج. لا لا مصر 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 يعني؟ مصر اه مصر مصر كل شركات موبايل اتصالات بتاعت مصر فودافون بتاعت مصر واورنج بتاعت مصر. ليه؟ لان الناس سالت نفس القصه. لا عندهم داتا سنتر كبير جدا جدا دي شركات كبيره شركات اتصالات وديتا صح. بعد ما دخلوا النت عندهم سواء للموبايل يوزرز ولا النت اللي هو الاي دي اس ال الار دي ايه اللي حصل؟ سيرفرات 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 واجهزه وداتا سنترز داتا سنترز داتا سنترز. فابتدوا يبيعوا ايه؟ نفس الكلام سوليوشنز بتاعت الايه كلاود. يعني مثلا لو اللي انا شفتهم قبل كده يعني فعشان كده انا ايه ممكن نشوفهم اوكي اتصالات بس انا باين عندهم على حد علمي يعني. ف نخش على اللينك بتاع اتصالات بزنس خلينا بزنس لايف كده دخلنا اسمها بزنس لايف اوكي بزنس واي هنشوف هيبان دلوقتي. فهتلاقي عندهم بلانز زي اللي انا كنت بوريها لكم دلوقتي اوكي.
للحاجة اللي انت ايه عايزها. يعني خلينا اهو plans and services. بصوا ده هي ايه شايفين ده؟ ده الداتا سيت لسه بنينه من اربع شهور لسه، لا مفتوح يعني مش بنينه ده لسه مفتوح. الداتا سيت ده خطير الحقيقه يعني. كان في فيديو على النت حاطينه فيه بكام، او ده الداتا سنتر الجديد بتاعهم اللي هنا فين في ايجيبت، ذا موست سكيور داتا سنتر ان ايجيبت. يعني حاجه جامده جدا في الحقيقه يعني، الناس اللي انجزوه مصريين كلهم. فاذا اللي بتلاقي ايه بقى اهو الخدمات اللي هو بيقدمها لك ايه هنا. بص كولوكيت يور اي تي اكويبمنت. ايه كولوكيت دي؟ لوكيت يعني كولوكيت يعني تحط الاي تي اكويبمنت بتاعتك عندي انا، تحط الاي تي اكويبمنت بتاعتك عندي انا تمام في الداتا سنتر بتاعي. يبقى اذا لو دخلت على انتربرايز سوليوشن هو ده اللي هتلاقي فيه اي ثينك، او ممكن اي كلاود بس هنشوف دلوقتي بيقدم لك ايه. اوكي انترنت ترافيك مانجمنت، لا يبقى هي اي كلاود اكيد. اي كلاود هتلاقي سيرفيسز بقى هي اكيد اللي احنا شبه اللي احنا شفناها يعني. ايوه بصوا ماي دوكيومنتس ويب هوستنج اند ايميل، اعمالي باندل اوفر هي دي اعمالي اللي انا كنت شفتها. اي ار بي انتربرايز ريسورس بلاننج سيستم ذات انيبلز اوتوميتد مش عارف ايه. لو دخلت عليه بقى في واحد ثاني للكاستمرز اللي هو السي ار ام، يبقى عندهم نفس القصه اللي عندهم داتا سنتر، فقدروا يقدموا لك الايه الخدمه بالظبط بتاعت ايه الخدمات اللي قدمها اللي بيقدموها الناس بره. اوكي طيب مش هنعمل اكتيفيتي لان هي صغيره قوي هنا في المنهج دوت، مش نفسي مش شايف انا حاجه في الريزولوشن دوت. نيجي بقى للجزء الثاني اللي هو الفيرتشواليزيشن، وبرضه عايز يبين لك هنا ايه الفرق بين الكلاود كومبيوتنج وبين الفيرتشواليزيشن، او يعني نقول الايه النقطتين دول ببعض. اوكي هنتوقف هنا عشان خاطر الفيرتشواليزيشن لسه محتاجه لها يعني ايه تلت ساعه نص ساعه عشان نحكي فيها صح، هتبقى البدايه بتاعتها المره الجايه ان شاء الله. احنا هنا هو كلاود اند فيرتشواليزيشن، يعتبر خلصنا الكلاود كده، فاضل لنا الايه كان فيرتشواليزيشن، وهنكمل بقى ايه في بقيه التوبكس اللي فاضله ان شاء الله بعد ما يعمل ايه الحل. اوكي okay.